لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموضوعنا هذا المساء قاعدة عامة من القواعد التي تكشف أحد محاسن الشريعة الإسلامية المطهرة، وهذا الأمر كنا قد تكلمنا عنه السبت قبل الماضي في درس الفقه في مدرسة كتاب الشهادات، وحينما شرعنا في الكلام على أقسام المشهود به أو مراتب الشهادة، ذكرنا أن هناك ملاحظة دقيقة جدا، وهو أنه مثلا في حد الزنا غلظ الشرع الشريف في ما يثبت به هذا الحد، وحدد لذلك نصابا، وهو أن يكونوا 4 شهود رجال من الذكور، وذلك بخلاف غيره من الحدود كالقتل مثلا والأموال ونحو ذلك على حسب ما فصلنا. ثم وعدنا بالتفصيل في قضية الستر على أهل المعاصي، وكيف أن الشرع الشريف يتشوف إلى الستر على من يلم بمعصية أو خطيئة، وإلى التجاوز عن العورات والزلات، وذلك وفق ضوابط سوف نذكرها إن شاء الله تعالى من خلال دراسة هذا المبحث القيم الذي هو بعنوان الستر على أهل المعاصي عوارضه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح للشيخ خالد ابن عبد الرحمن الشايع. فنحاول أن نستعرض هذا البحث لنفي بما كنا قد وعدنا به من التفصيل في هذه المسألة لشدة الحاجة إليها، لأننا نلاحظ كثير من الأسئلة تأتي وتعكس عدم وضوح مفهوم الأدب الشرعي في الستر على أهل المعاصي عند كثير من الناس، حتى إن بعض العصاة ممن يكون قد ألم بذنب مثلا يقول إني أريد أن أسافر إلى بلدة كذا حيث تقام الحدود وأعترف هناك بكذا وليقام علي الحد، فهل هذا مسلك شرعي صحيح؟ كنا ناقشنا ذلك بالتفصيل السبت قبل الماضي، ونزيد ذلك تفصيلا إن شاء الله من خلال تفصيل هذه القاعدة الشرعية الشريفة، وهي تشوف الشارع الحكيم إلى الستر على الملمين بالمعاصي والخطيئات والتجاوز عن العورات والزلات. هذا الأصل وهذه القاعدة يدل عليها نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن آيات الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فنلاحظ هنا هذا الوعيد في حق من يحب أن تشيع الفاحشة، فمحبة شيوع الفاحشة وذيوعها بين المؤمنين هذا وصف لمن توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولا شك أن إذاعة خبر الفاحشة، يعني إشاعة الفاحشة، لها وسائل كثيرة جدا. من إشاعة الفاحشة أن يهتك الإنسان الستر الذي ستره الله عليه فيهتك ستر نفسه مثلا. من إشاعة الفاحشة إشاعة أخبار الجرائم، بالذات ما يتعلق منها بالفواحش والشهوات وهذه الأشياء، فهذه من أكبر الجرائم في الشريعة الإسلامية، والجرائد المتخصصة في نشر الفضائح وهتك أثار الناس، بل صورها أحيانا وتفاصيل ما يقع ونحو ذلك وكيف وقع، كل هذه الجرائد والقائمون عليها ومن يغذي هذا التوجه هم من أولى الناس بأن ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذاعة أخبار الفاحشة وإعلان ذلك ونشره بين الناس وفضح صاحبه مع استتاره
وسيلة مباشرة في إشاعة الفاحشة. ولذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء، الذي يتكلم بالفاحشة أو يقول بالفاحشة أو الذي يفعل الفاحشة والذي يشيع بها الذي ينشرها في الناس في الإثم سواء. فالشرع الشريف يتشوف إلى ستر هذه الأشياء وعدم إشاعتها، لأن إشاعتها فيها تمرين للقلوب على سماعها والتطبيع معها. يعني بعدما كان الناس لا يمكن أن يتصور مثلا أن ولدا يقتل أباه أو يضرب أمه ويكسر عظامها، أو زوجة تقطع زوجها بالساطور وتضع في أكياس النيل، إلى كل هذه الأشياء الغريبة والشاذة التي تصدم الفطرة السليمة، إشاعة هذا الكلام يحوله مع الوقت إلى شيء طبيعي، سلوك عادي، فلا يستقبحه القلب لأن كثرة الإمساس تفقد الإحساس. فكثرة سماع هذه الأشياء يحدث نوعا من التطبيع معها وتقبلها، وبالتالي لا يستبشعها الإنسان، فزوال استبشاعها سلم إلى الوقوع فيها، لأن بلا شك رفض المجتمع لسلوك معين هو أحد وسائل علاج هذا السلوك. ما دام المجتمع ينفر ويستنكر سلوكا مخالفا للشريعة فهذا سلاح قوي جدا في عدم إشاعة هذه المخالفات. لماذا؟ لأن هذا يشكل ضغطا على من يجنحون إلى ارتكاب مثل هذه الأشياء يكبحه، لأن ذلك ينافي ما عليه المجتمع من قيم وتوجهات. فهذا أحد وسائل الضغط على العصاة، موقف المجتمع من هذا الفعل. فإذا تسامح المجتمع معها فبلا شك هذا يحطم سدا أمام هذا السيل الجارف لينطلق ويحدث هذا التطبيع مع المعاصي ومع المخالفات. يعلق الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الآية الكريمة في سورة النور فيقول رحمه الله: هذا تأديب لمن سمع شيئا من الكلام السيء فقام بذهنه شيء وتكلم به فلا يكثر منه ولا يسيعه ولا يذيعه. فقد قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، يعني يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، أي بالحد، وفي الآخرة بالعذاب الأليم. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه. ولا شك أن هذا أحد أنواع إشاعة الفاحشة. ومن هذا الباب أيضا نهي الله جل وعلا عن التجسس وتتبع المستور. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقلنا من قبل بينا أن المنكر الذي ينطبق عليه وصف المنكر الذي ينبغي إنكاره بالمراتب المعروفة فلا يكون منكرا حتى تتوفر فيه شروط معينة. أول شيء أن يكون مخالفا للشرع، يعني منكرا بالفعل، لا يكون مسألة اجتهادية أو فيها خلاف سائغ بين العلماء، وأن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس، يعني لا ينبني اكتشاف هذا المنكر على التجسس والريبة وتتبع عورات الناس. مثلا إذا كان هناك رجل يلف شيء في لفافة أو في داخل شيء مقفول، لا يجوز لك أن تقول ربما يكون في داخلها خمر مثلا فتذهب وتفتش عما في داخلها. فهذا نوع من التجسس لا يجوز استعماله للتحقق من وجود المنكر، لأن ما دام المعاصي مستترة فلا يزال هذا المجتمع بخير، لأن ظهورها يعني كما قلنا التطبيع معها، وبالتالي عدم استخباحها واستنكارها. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قال المفسرون، يعني في تفسير قوله تعالى ولا تجسسوا، التجسس البحث عن عيب المسلمين وعوراتهم، فالمعنى لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه ليطلع عليه إذ ستره الله. ما دام قد ستره الله فلا يجوز التجسس والتتبع لهتك هذا الستر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا رواه مسلم والبخاري طبعا. ولذلك قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى،
المعنى أن يستر عليه خلته ولا يهتك ستره. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها ألا، فيستر على الفقير فقره ما دام هو يستر نفسه أمره غير ظاهر، فبالتالي من الأدب أن يستر الإنسان على الفقير فقره ولا يهتك ستره ولا يظهر للناس خلته وحاجته. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. وهذا الحديث حسن صحيح. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، فهذا تنفير من هذا الخلق، بمعنى أنه لا يسلك هذا المسلك إلا من آمن فقط بلسانه، في حين أن قلبه لم يرسخ فيه الإيمان. فهذا تنفير من خصال من كان هذا شأنه، أو بيان أن هذا الخلق هو خلق المنافقين. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، والجزاء من جنس العمل. ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. إذن تتبع العورات والاستقصاء في طلبها على المسلمين مع عدم وجود الداعي الشرعي إلى ذلك هو وصف المنافقين، ولذلك صدر الحديث بمخاطبتهم بقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبا. ولهذا جاء في رواية ابن عمر عند الترمذي حينما روى هذا الحديث أنه رضي الله تعالى عنه نظر يوما إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. ما أعظمك أي الكعبة وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم عند الله حرمة منك. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاء ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وهذا رواه البخاري، وفي عقوبة لهذه العين الخائنة التي تتجسس على بيوت الناس بالنظر من خلال خصاص أو شقوق البيوت ونحو ذلك ليطلع على عورات الآخرين، فهذه العين هدر، وإذا فقأتها فإنه لا جناح عليك ولا وزر ولا قصاص. لماذا؟ لأنه يعتبر دخل بيتك بغير إذن منك، فإنما الإذن جعل من أجل البصر، فإذا دخل بالبصر فقد دخل، فليس لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان. لكن هذا الحديث خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس. ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعرض عن المعترفين بالزنا وعرض للمقرين به ألا يقروا. فهذا هو المسلك الشرعي والمفهوم الذي ينبغي تصحيحه في مثل هذه الأمور. نلاحظ أن بعض الناس يهتك ستر الله عليه، وربما لا يجد وسيلة لينال التوبة الصادقة الحقة إلا بأن يهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا المفهوم خطأ. إحنا هنفترض حتى لو في دولة إسلامية تقيم الحدود، حتى مع إقامة الحدود فإن الإنسان مطالب بأن يستر على نفسه. بعض الناس تتصور أنه لا بد من إقامة الحد، بالعكس كلما ستر على نفسه كلما كان أفضل، حتى لو كانت الدولة تقيم الحدود. فنتيجة قلة الفقه بتأتي أسئلة تعكس عدم وضوح هذا المفهوم عند الناس. الشرع الشريف ملح جدا على قضية الستر، أن يستر الإنسان على نفسه وأن يستر على إخوانه المسلمين، وهناك وقائع كثيرة تؤيد هذا المعنى خلافا لما يشنع به أعداء الإسلام والمنافقين والملاحدة من العالمانيين والزنادقة، لأن الشرع الشريف متشوف ومتعطش إلى إراقة الدماء وإلى إقامة الحدود على الناس. بالعكس، يعني الحدود حتى تقام تتطلب كثيرا جدا من الضوابط والقيود كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. روى البخاري في صحيحه أن رجلا من أسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، الشرع الشريف كما نلاحظ من سلوك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يحاول أن يصرف هذا الرجل أو المرأة، يصرفه، بل كان يلقن أحيانا كلاما يفر به من الإيه؟ يعني أي نوع من التشكيك في الواقع بحيث لا يقام عليه الحد.
فلما جاء هذا الرجل الأسلمي فاعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات. هو الذي أقر، وطبعا الإقرار أو الاعتراف سيد الأدلة، فهو شهد على نفسه 4 مرات، ونحن نعرف أن الشهادة على النفس 4 مرات تقوم مقام 4 الشهود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الدقة والتحرك، أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ لازم تأكد من إيه، من صحة قواه العقلية أولا. أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ يعني هل تزوجت؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه. يعني أذلقته الحجارة يعني أضعفته وأشرفت به على الموت، فلما مات ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية، رواية أبي داود والترمذي في السنن، طبعا نلاحظ هنا معنى مهما جدا أيضا سوف نوضحه في بعد بالتفصيل. هو هنا لما أذلقته الحجارة فر، يعني لما أضعفته الحجارة، لما بدأ يعني يرجم وأشرف على الموت فر. فأدرك، الصحابة الذين كانوا يقومون بالرجم أدركوا، لحقوه وأكملوا عملية الرجم. في رواية أبي داود والترمذي أنهم لما ذكروا بعد ذلك حكوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم أن ماعزا الأسلمي هذا فر لما وجد مس الحجارة، فقال صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ فحتى الذي يقر بالذنب على نفسه 4 شهادات، ولما بدأ يقام عليه الحد هرب. المفترض أنه يترك ليفر، لأن هذا نوع من النكول، كأنه بيتراجع عن الإقرار، ففي هذا الحالة يترك. لكن لما كان هؤلاء القائمون بإقامة الحد لم يكونوا قد فهموا هذا المعنى، أجهزوا عليه فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام فر اتركه يفر. ولذلك لما ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ماعزا فر لما وجد مس الحجارة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يفر، يعني لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. هل لا تركتموه؟ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وفي لفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لما أتاه معترفا، قال لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. فيعني سأله النبي صلى الله عليه وسلم عبارة صريحة ليس فيها أدنى نوع من التعريض، وهل فعلت كذا؟ فقال نعم. فعند ذلك أمر برجمه، وهذا رواه البخاري. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وفي هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع في حد من الحدود من الاعتراف به عند السلطان. بإذن هذه قاعدة، أن الستر أفضل وأولى من أن يذهب ويعترف أمام الحاكم أو السلطان، وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على الذنب، وتكون نيته ومعتقده ألا يعود، فهذا أولى به من الاعتراف، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين، وهذا فعل أهل العقل والدين. صحيح الحد إذا أقيم يكون كفارة، لكن ليست هذه الطريقة الوحيدة للتوبة، ليست الطريقة الوحيدة للتوبة، ودي مفهوم مهم جدا لابد أن نصححه. مش الطريقة الوحيدة للتوبة أن يقام عليه الحد، هو إذا أقيم الحد نعم هو كفارة، لكن هل إذا لم يقم الحد لا يفتح باب التوبة لهذا الإنسان؟ على الإطلاق بالعكس، الأولى أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله عز وجل توبة نصوحة مستوفية للشروط. فنعيد عبارة الحافظ ابن عبد البر يقول، وفي هذا الحديث من الفقه أن الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا وقع في حد من الحدود أولى من الاعتراف به عند السلطان، وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على الذنب، وتكون نيته ومعتقده ألا يعود، فهذا أولى به من الاعتراف، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين، وهذا فعل أهل العقل والدين. ونلاحظ أن هؤلاء الذين تقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا بين يديه، إنما حملهم على ذلك صدق إيمانهم وقوته. ويوجد احتمال
أنهم لم يعلموا التشريع في مثل حالتهم، لم يعلموا التشريع في مثل حالتهم، أن الأولى أن يستروا. فهموا كما يفهم بعض الناس في هذا الزمان أنه لا طريق إلى التطهير والتوبة إلا بأن يقر عند السلطان ويقام عليه الحد، فلم يفهموا هذا، فمن أجل ذلك ذهبوا وأقروا. فبمعنى أنه ليس في هذا الفعل أسوة، ليس في حادثة ماعز الأسلمي أو المرأة الغامرية مثلا أسوة لمن يقع في مثل فعلها، لا بالعكس، الشرع الشريف يحرر على الستر والتوبة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قبلت توبتهم وأن منهم من يتقلب في نعيم الجنة. يقول الحافظ ابن عبد البر: فهذا أولى به من الاعتراف، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويحب التوابين، وهذا فعل أهل العقل والدين، الندم والتوبة واعتقاد أن لا يعود إلى هذه المعصية. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيشتكي أبيه جنة؟ لما جاء يقر بالمعصية قال: أيشتكي؟ عنده مرض عقلي، أبيه جنة؟ وقال له: أمجنون أنت؟ هو في بعض الروايات قال: أيشتكي أبيه جنة، يعني بيسأل مين؟ الآخرين، لأن ممكن المجنون ما يقولش عن نفسه أنه مجنون، وده شيء طبيعي، يعني ليس عنده بصيرة بحيث يصف نفسه بفقدان العقل، لكن هو سأل الآخرين أيضا وسأل الشخص نفسه. في بعض الروايات: أيشتكي أبيه جنة؟ هل تعرفون عنه جنونا؟ كأن يعني نستطيع أن نستنبط من هذه العبارة إيه؟ أن الشخص الذي يطرح نفسه هذا نوع من الإيه؟ من الجنون وقلة العقل، لأن العاقل والفطن والحازم يستر على نفسه والتوبة سهلة وأمرها سهل إذا استوفت شروطها. فنستطيع أن نستنبط من عبارة أيشتكي أبيه جنة ومن عبارة أمجنون أنت أو أبيك جنون أن هذا سلوك من لا يعقل، فهذا فيه ذم، أو نكاد نقول أن فيه نوع من الذم لمثل هذا السلوك، وأن الأولى أن يستر على نفسه. واضح؟ يقول الحافظ ابن عبد البر: وهذا فعل، أي الستر والتوبة، وهذا فعل أهل العقل والدين، الندم والتوبة واعتقاد أن لا يعود. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أيشتكي أبيه جنة؟ وقال أيضا رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا المجانين. وفيه دليل، وطبعا في إيه؟ يعني في قوله أيشتكي أبيه جنة أو في قوله أبيك جنون، فيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا المجانين، بعد بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن مع المعترفين الذين جاءوا مقرين بما وقع منهم، فردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لا يحكم عليهم بقى بأنه نوع من الجنون تنفيرا من هذا الفعل إلا بعد ما يفهم ذلك ويعقل هذا المعنى الذي أشرنا إليه. فيقول الحافظ ابن عبد البر: وفيه دليل على أن إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش حمق لا يفعله إلا المجانين، وأنه ليس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعوه من الحدود والاعتراف بها عند السلطان وغيره، وإنما من شأنهم الستر على أنفسهم والتوبة من ذنوبهم. وكما يلزمهم الستر على غيرهم فكذلك يلزمهم الستر على أنفسهم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. أيضا روى الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. لو تلاحظوا في الحديث الرسول عليه السلام في البداية لم يستفصل، ما قالوش أطهرك من إيه، لكن رغبة في الستر أقفل عليه في الكلام، قال له: روح توب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر، وبدون أن يسأله ماذا فعل، خشية أن يكون شيئا يستوجب الحد فيقام عليه الحد، لأن الحد متى ما وصل السلطان فبيقام. فجاء ماعز بن مالك فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك، ويحك كلمة يعني تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، ويحك يعني خليك عاقل، إذا كان هناك شيء تريد أن أطهرك منه فاذهب استغفر ربك وتوب إليه بينك وبين الله. فهذا أيضا ترغيب في الستر وتنفير من فضح النفس وهتك الستر الذي أسبغه الله عليه. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتوب إليه. قال: فرجع غير بعيد، في البداية امتثل ذلك وعاد، ثم بعد ذلك عاد التفكير من جديد.
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك، ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. حتى إذا كانت الرابعة، مرة الرابعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبيه جنون؟ سأل الناس: أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ ربما عاقل لكن أذهب عقله الخمر. أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه، أي شم فمه ليرى نكهة فمه أو رائحة فمه هل فيها خمر أم لا. فقام رجل فاستنكهه فلم يجد ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجل، إلى آخر الحديث. وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ماعز: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. لكن استصحبوا دائما هذا المعنى ونحن نروي هذه الأحاديث، أن هذا الفعل ليس محمودا شرعا، وأن ليس فيه أسوة، لأن بعض الناس تفهم من هذه الأحاديث أن الأفضل أن يذهب إلى الحاكم ويقر على نفسه ليقام عليه الحد. لا، ليس في هذا الفعل إيه؟ أسوة، للأدلة التي ذكرناها ولما سيأتي أيضا من الأدلة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لهزال، هزال ده بقى يعني كان زي صديق لماعز الأسلمي، وهو السبب في المشكلة دي أو في الواقعة دي بتعبير أدق، يعني إن ده صاحبه راح هو حكاله. فهزال ابن يزيد ابن ذئاب هذا الأسلمي أيضا رضي الله تعالى عنه هو الذي اقترح عليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف له ليقام عليه الحد. فالرسول عليه السلام بعد ما رجم ماعز ذهب إلى هزال، خطب هزالا هذا فقال له: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. فكأنه بيعاتبه على هذه النصيحة، نصيحة أن يروح ويذهب ويقر ليقام عليه الحد. فإذا له أن في طريقة كانت أفضل من هذا، بدل ما تساعده على أن يفضح نفسه ويقام عليه الحد، فقال له: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. فانظر إلى هذا المعنى الرائع أيضا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا هزال، لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به. هذا أيضا كما تلاحظون تحريض على الستر، أن هذه النصيحة نصيحة كانت تفتقر إلى الفقه تماما، كما يحدث من بعض الناس الآن يتصور أنه لا طريق إلى التوبة على الإطلاق والتطهير إلا بأن يقام عليه الحد. لا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال الباجي: المعنى لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما أمرته به من إظهار أمره. وكان ستره، لو سترته بثوبك، كيف كان سيستره بثوبه؟ مقصود إيه بالستره لو سترته؟ يعني أن يأمره بالتوبة والكتمان، بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. لأنه سوف ندرك أيضا مدى فقه الشيخين أبي بكر وعمر، إن ماعز ذهب أيضا إلى أبو بكر وذهب إلى عمر فأمراه بالتوبة والكتمان، ثم هزال هذا هو الذي أشار عليه به أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الثوب مبالغة، لو سترته بثوبك، قال لو سترته وكفى لأدي المعنى، لكن قال لو سترته بثوبك، يعني الإنسان بيلبس إيه؟ رداء وإزارة، يلبس رداء وإزارة، فطبعا الإزار لا بد منه كي يستر عورته، لكن يمكن الإنسان عند الضرورة أن يخلع الرداء. فيقول لو لم تجد سبيلا إلى ستره إلا بأن تخلع رداءك وتغطيه به كان أولى مما فعلته. لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ممن علم أمره، يعني تغطيه حتى لا يراه أحد أو لا يعلم بخبره، كان أفضل مما أشرت به عليه من الإظهار. إذن يظهر من قصة ماعز رضي الله عنه أن المستحب ستر مثل هذه الأمور والتعريض للمقر بالرجوع، وأن الشارع لا يتشوف لإقامة الحدود تشوفه لسترها. ولهذا قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض سرده لما تضمنته أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في من أقر بالزنا،
قال وفيها يعني من فوائد هذه الأحاديث أن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بألا يقر. الإمام يستحب له إذا أتوا من يعترف بهذه الأشياء يعرض له يفتح له الباب للإيه؟ بألا يستمر في الاعتراف، ويفتح له الباب ويلقنه كلمات تشجعه على الرجوع من حيث أتى، وألا يكمل إقراره واعترافه. فهذا من فقه الإمام أو الحاكم إذا أتاه المقر. وفيها أن الإمام يستحب له أن يعرض للمقر بألا يقر. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى وأنه لا يرجم حتى يقر 4 مرات، وأنه إذا أقر دون 4 لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار. لو أقر 3 مرات أو 2 ما يقولهش الإمام طب كمل بقى 4، لا، لو أقر 3 ولم يكمل يعرض عنه الإمام، يعرض عنه ويتركه. يقول ابن القيم وأنه لا يرجم حتى يقر 4 مرات، وأنه إذا أقر دون 4 لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يعرض عنه ويعرض له بعدم تكميل الإقرار، يشجع أنه لا يكمل الإقرار بالتعريض. وقال أيضا وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد، إذا استقال يعني رجع عن الإقرار أثناء إقامة الحد عليه، رجع عن الإقرار وقال ما فعلت، رجع عن الإقرار، ففي هذه الحالة يقول وأن المقر إذا استقال في أثناء الحد وفر، هرب، ترك ولم يتمم عليه الحد، ترك ولم يتمم عليه الحد، فقيل لأنه رجوع، قيل أن ذا رجوع عما أخر به، وقيل لأنه توبة قبل تكميل الحد فلا يقام عليه. يقول لا، هذه توبة قبل أن يكمل الحد فلا يقام عليه الحد، كما لو تاب قبل الشروع فيه. وهذا اختيار شيخنا أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويؤخذ من قضيته أي قضية ماعز أنه يستحب لمن وقع في مثل قضيته أن يتوب إلى الله تعالى ويستر نفسه ولا يذكر ذلك لأحد، ولا يذكر ذلك لأحد، يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى. ليس في الإسلام كرسي اعتراف كما عند النصارى، لا يوجد طريق للتوبة إلا بأن يذهب إلى القسيس ويعترف بكل تفاصيل ما فعل ثم يتوسط القسيس بينه وبين الله والعياذ بالله، وهذا كفر، أن الله عز وجل لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين خلقه، لكن من تاب إلى الله تاب الله عليه بدون أن يفضح نفسه، خاصة أنه إذا أسر لأحد من المخلوقين فليس له أن يثربه أو يعاتبه إذا هتك ستره وكشف هذا السر، كما يقول الشاعر إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه، فصدر الذي يستودع السر أضيقه، فمن ثم الشرع يحرض على أن يستر على نفسه ولا يخبر أحدا بذلك. وهذا الذي أشار به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على ماعز رضي الله عنه، وأن من اطلع على ذلك يستر عليه بما ذكرنا ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، مما أشرت به عليه من فضح نفسه ونحو ذلك. وبهذا جزم الشافعي رحمه الله تعالى فقال أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب. بالعكس، يعني كما ذكرنا من قبل أنه يرجى يثاب الإنسان إذا التزم هذا الأدب بأن يستر على نفسه، يكافئ يوم القيامة حينما يقرره الله بمعاصيه. الحساب اليسير هو الإيه؟ العرض فقط، مجرد عرض، يقول الله أتذكر يوم كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى إذا أقر بذنوبه كلها قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فالجزاء من جنس عمل، إذا ستر على نفسه في الدنيا والله يحب هذا الستر يكافأ لأنه التزم الأدب الشرعي في هذا بأن الله يسترها عليه أيضا يوم القيامة. وبالعكس أيضا، من هتك الستر الذي يحب الله أن يبقى مستورا وفضح نفسه يعاقب بأنه لا يعافى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن المجاهرة أن يفعل الإنسان الذنب بالليل فيصبح وقد ستره الله فيهتك ستر نفسه ويقول قد فعلت وقد فعلت، فهذا يعاقب، فكل الأمة يعافى إلا المجاهرين، فهذا فيه تنفير أيضا من المجاهرة وهتك ستر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل من صفته أنه ستير يحب السترة، ف
فهذه موافقة لما يحبه الله عز وجل، لأن الستر يعين الإنسان على التوبة، هذا يعين على التوبة، لأنه إذا هتك ستر نفسه فإن الناس لن يرحموه، بل ربما اعتبروها وصمة لا تزول عنه، لكن إذا تاب بينه وبين الله فإن الله يعفو عن خطائه، بل ربما بدل سيئته إلى حسنات. فهذا هو الفرق. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستره على نفسه ويتوب. واحتج بقصة ماعز مع أبي بكر، وقال ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر، يعني كل الكلام الذي نتكلم فيه في شأن استحباب الستر على العصاة هذا في غير المجاهر، لكن الشخص الذي ألقى جلباب الحياء ويجاهر جهارا نهارا بالمعاصي فليس له أن يتمتع بهذا الأدب الشرعي، لأنه أصلا لا يستر على نفسه ولا يبالي ويرتكب المعاصي بدون استحياء ويجهر بذلك، بل يفخر بذلك أمام الناس. يقول ابن العربي: هذا كله في غير المجاهر. فأما إن كان متظاهرا بالفاحشة مجاهرا فإني أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره. استشكل استحباب الستر مع ما وقع من الثناء على ماعز والغامرية، يعني بعض الناس استشكلوا هذا الأمر، كيف يستحب الستر مع أن الرسول عليه السلام امتدح ماعزا والغامدية؟ أجاب شيخنا في شرح الترمذي، هذا كلام الحافظ بن حجر، بأن الغامدية كان ظهر بها الحبل مع كونها غير ذات زوج، يعني ظهرت علامات الحمل عليها من الفاحشة ولم تكن متزوجة، فتعذر الاستتار للاطلاع على ما يشعر بالفاحشة. ومن ثم قيد بعضهم ترجيح الاستتار حيث لا يكون هناك ما يشعر بضده، يرجح الاستتار إلا إذا وجدت علامة ترجح عكس ذلك، وإن وجد فالرفع إلى الإمام ليقيم عليه الحد أفضل. يقول الحافظ: والذي يظهر أن الستر مستحب، والرفع لقصد المبالغة في التطهير أحب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفيه أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر إلى التوبة منها ولا يخبر بها أحدا ويستتر بستر الله، وإن اتفق أنه يخبر أحدا فيستحب أن يأمره بالتوبة، يستحب هذا الأحد أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس كما جرى لماعز مع أبي بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي صحيح مسلم أن الغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى. قال: إما لا، إما لا، بمعنى إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي فترجمين بعد ذلك كي لا يؤخذ هذا الجنين بذنب أمه. قال: إما لا فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، يعني معناه أنه استغنى عن الرضاع ويأكل الخبز يعني. فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، أما دمها أصاب خالدا رضي الله عنه، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكس لا غفر له، الذي يأخذ أموال الناس بغير حق ويصرفها في غير وجهها. مهلا يا خالد، فهو الذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. شاهد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ردها مع إقرارها واعترافها، ردها
رغبة في أن تتوب وتستر على نفسها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يلزمها باعترافها ذلك بعد ذهابها حتى تضع أو حتى تفطم ابنها، وهي مدة طويلة تقارب السنتين، وبمنتهى البساطة كانت يمكن أن تعود وتقر بأنها إيه؟ رجعت عن هذا الإقرار، لكنها لم تفعل، فكان لها أن ترجع عن إقرارها باعتذارها بأي شبهة تدرأ عنها الحد، لكن بقيت على قولها، وذلك لقوة داعي الإيمان وتأنيب النفس لديها. أيضا هذه المرأة لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل على بابها حارسا أو خفيرا أو قيدا خشية عدم حضورها أو هروبها، لأن بالعكس الشرع يرغب في أنها إيه؟ لا تعود ولا تقر، وربما مع الوقت تتوب بينها وبين الله ولا تعود بالإقرار من جديد، فلم يتخذ أي إجراء حتى لا تفر أو تهرب أو لا تأتي، إنما كانت هي التي تأتي بكل إرادتها وتلح، وكل ذلك دليل على الترغيب في ستر الهفوات والعثرة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قضية أخرى: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر فيها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. فكما نلاحظ أيضا أنه أبهم اسم هذه المرأة، فكأنهم تعمدوا إبهامها سترا عليها، وهذه كانت امرأة تظهر في الإسلام السوء، يعني اشتهر عنها وشاع، لكن لم تقم عليها بينة بذلك ولم تعترف هي بنفسها. وكان أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نفس المنهج الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل على ذلك أن ماعزا كان قد أتى أبا بكر رضي الله عنه قبل ذهابه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد زنى، فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لا. قال له أبو بكر: فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكر، فرد عليه كرد أبي بكر. فلم تقرره نفسه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. وفي لفظ أن أبا بكر قال له: استتر بستر الله، أو استتر بستر الله وتب إلى الله، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون، وإن الله يقبل التوبة عن عباده. وعن أبي واقد الليثي أن رجلا من أهل الشام أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال أبو واقد: فأرسلني عمر إليها وعندها نسوة حولها، فأتيتها فأخبرتها بما قال زوجها وأنها لا تؤخذ بقوله، يعني هنا بيلقنها ألا تقر بصورة فيها تعريض، وأنها لا تؤخذ بقوله، وجعلت ألقنها أشباه ذلك لتنزع، جعلت ألقنها أشباه ذلك، يعني عبارات أخرى، حتى لا تقر وبالتالي لا يقام عليها الحد، فأبت إلا مضيا وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت. ويلاحظ هنا أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يهمل دعوى الرجل على زوجته ويرد عليه ما قال وينتهي الأمر، لأن هذا لا يحصل في هذا الموضع، بل هو خلاف الصواب، لأن القضية في هذه الحالة انتقلت إلى نوع آخر، يعني كان ممكن الرجل يقذف زوجته وحكى ذلك لعمر، فكان ممكن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: ارجع لعله يخيل لك لعله كذا، لكن هنا في بعد أخطر الخطير في القضية، هو أننا في هذه الحالة إما أن هذا الرجل صادق وإما أنه يقذف امرأته، ففي هنا موضوع آخر في غاية الخطورة هو قذفها. فإذا انتقلت القضية هنا من مجرد إقرار شخص على نفسه إلى اتهام الزوج لزوجته، وبالتالي فيه هنا الإيه؟ قذف. فإما أن يثبت هذا الادعاء إما بالشهود وإما بالإيه؟ بالإقرار والاعتراف، أو لو هو أصر وهي أنكرت في هذه الحالة يلاعن إيه؟ بينهم ملاعنة، فإن نكل وقال: لا ده أنا كنت غلطان مثلا، ففي هذه الحالة إيه؟ يقام عليه حد القذف، هو الذي يحد، يقام عليه حد القذف. وهذا شبيه بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف، العسيف يعني الأجير، وهو أجير استأجره رجل ليقضي ما تحتاج إليه امرأته من الأمور فزنى بها، وترافع الزوج ووالد الأجير إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في الحديث. وفي هذا الحديث أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه وهو أنيس ابن الضحاك الأسلمي رضي الله تعالى عنه، قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا إليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. يقول النووي: واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف. يعني كأن بعث أنيس كان لأجل إيه؟ أن يخبرها أن زوجك قذفك وأن لك عليه حد الإيه؟ القذف، فتطالب به أو تعفو عنه، تطالب بحد القذف أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنا، فهنا لا يجب حد القذف بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم لأنها كانت محصنة. فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها فرجمت. ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا. يعني إياك أن تفهم من قوله واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إياك أن تفهم أنه بعث أنيسا من أجل إقامة الحد، لا، إنما بعث أنيسا ليخبرها أن لها عنده حد القذف فتطالب المرأة به أو تعفو عنه. فيقول النووي رحمه الله تعالى: ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنا، وهذا غير مراد، لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع، لأن المقصود هنا بيان موضوع القذف فقط، أنه قذفها وأن لها حق في هذه الحالة أن تطالب بإيه؟ بإقامة حد القذف عليه، وليس ابتعاث أنيس من أجل إقامة حد الزنا، لأن لو كان الزنا مسلك الشرع الشريف في مثل هذا لا يقوم على أنه يحتط له بالتجسس والتفتيش والتحقيق والأسئلة، بالعكس دائما الشرع يحاول إيه؟ يصرف يعني هذا الأمر كما ذكرنا ذلك من قبله. فإذا هذا الذي تقدم من تلقين المعترف الإنكار يكون مع التائب الذي جاء يطلب التطهير بالحد، وهكذا أيضا من كان معروفا بالقير مستور الحال ولم تقوى القرائن في إثبات الحد عليه. أما إذا أقيمت الدعوى على المتهم وظهرت قرائن تقوي التهمة واعترف المتهم بعد التحقيق فلا يلقن الرجوع، وإذا رجع عن اعترافه فإن رجوعه ينفعه في إسقاط الحد، لكن على القاضي أن يعزره بما يردعه ويقطع دابر الفساد. ويقول الشيخ عبد القادر ابن بدران رحمه الله تعالى: يجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي دفعا لشرهم. يعني هذا نوع من الايه؟ من التعزير. من الأدلة المبينة لتشوف الشارع للستر ولزوم جانبه وعدم هتك حجبه التشديد في إثبات الزنا وإقامة حد القذف على القاذف إذا لم يقم البينة على دعواه أو يعترف المقذوف بما قذف به. وهذا كله يبينه قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. كما نلاحظ هنا هناك تشديد في إثبات الزنا، كيف يثبت نصاب شهادة الزنا؟ لابد من أربعة رجال ليس فيهم امرأة، لابد من أربعة رجال، فحصل هنا تغليظ شديد في نصاب شهادة حد الزنا، وهذا جريا على السنن الشرعي الذي يؤكد دائما على إسقاط مثل هذا الحد وعدم الفضيحة والستر. كذلك إقامة حد القذف على القاذف، أي شخص إذا ادعى دعوة بالفاحشة ولم يقم بينة على دعواه اللي هي أربعة شهود رجال، ففي هذه الحالة هو الذي إيه؟ يحد. يعني مش معناه يتهم ويترك بعد ذلك لم تثبت القضية فبالتالي يترك، لا، ده اللي تكلم هذا ولم يكن معه أربعة شهداء فلا بد أن يقام عليه حد القذف، حد الكذاب المزور، إلا إذا اعترف المقذوف بما قذف به. يقول تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا، كما سنبين إن شاء الله بالتفصيل. هؤلاء الشهود مشترط فيهم أن يكونوا ممن تقبل شهادتهم في الزنا بأن يكونوا رجالا عدولا ليس فيهم من به مانع من عمى أو كونه زوجا للمقذوفة، وأن يشهدوا على المقذوف بزناه
رأوه جميعا ويصرحوا بوصف ما رأوه، فيقولون رأينا كذا وكذا كالمرود في المكحلة وكالرشاء في البئر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز تأكد من إقراره بالتصريح الواضح بلا كناية، وأن يكون قد رأوه جميعا وهو في مجلس واحد. فإذا تبين خلاف ذلك أو لم يكمل أحدهم الشهادة أقيم على الشهود جميعا حد القذف. لو أتى أربعة وأربعة عدول وثلاثة منهم أتوا بالوصف الصريح الجازم القاطع بوقوع الفحش، والرابع أتى بعبارة كما جاء في بعض الأحاديث قال أحدهم إيه رأيت شيئا قبيحا، لم يتم الاستفسار طب ماذا تعني، لا هذا قال رأيت شيئا قبيحا عبارة غير صريحة، فبهذه الحالة لا يقبل منهم ذلك ويعدون إيه قاذفين. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الذين يرمون المحصنات أو الذي يرمي أحدا بالفاحشة ولم يأتي بأربعة شهداء يشهدون بهذه الشهادة كما ذكرنا، وصفهم الله سبحانه وتعالى وقال إيه فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك عند الله هم الكاذبون، يعني رجلا مع ثلاثة رجال آخرين، هذا الرجل مع ثلاثة شهود تانيين شهدوا بالإيه بهذه الفاحشة، لكن هو مثلا واثنين شهدوا لفظا بوصف صريح، لكن جاء الرابع تلكى، هؤلاء جميعا عند الله هم الكاذبون عند الله، مع أن في الواقع أنهم قد يكونوا رأوا بالفعل، لكن لم يكتمل النصاب الشرعي فصاروا عند الله هم الكاذبون، وذلك احتياطا لهذا الأمر الخطير. طبعا نحن ما أحوجنا في مثل هذا الزمان الآن للتأدب بهذه الأداب والتزام هذه الحدود الشرعية، لأن بيحصل كثير من الناس في بعض المجتمعات تساهل في قذف الناس والتطور على أعراض الآخرين بطريقة طبعا غير منضبطة، فلو فعلا كان في حكم إسلامي لأقيم على هؤلاء القاذفين إيه يعني هذا الحد. فإذا تبين خلاف ذلك أو لم يكمل أحدهم الشهادة أقيم على الشهود جميعا حد القذف. ومن الحكمة في هذا والله تعالى أعلم حماية أعراض المسلمين من الاعتداء عليها أو التهاون بها، وإثارا لجانب الستر وعدم إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك لما قذف هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه زوجته قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، وفي بعض الروايات ائتي بأربعة يشهدون على صدق مقالتك وإلا فحد في ظهرك، يعني نقيم عليك حد القذف. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا بيان اشتراط الأربعة لإبقاء ستر العفة، يبقى الستر على الناس ولا يهتك، فهنا في تغليظ في نصاب شهود الزنا بالذات لأجل استبقاء هذا الستر. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى وأما اكتفاؤه أي الشارع في القتل بشاهدين دون الزنا، يعني في القتل يكفي شاهدان أن فلان قتل فلان، لكن في الزنا لابد من أربعة. وأما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة، فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء واحتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل في القتل إلا أربعة لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره، اجتمع على ستره شرع الله وقدره، الشرع بأنه جعل الشهود إيه أربعة وعدول وبصفة معينة ورجال، والقدر بأنه فعلا كان مستورا عليه بحيث لم يره إيه أحد أو رأه عدد قليل لا يبلغون النصاب، فالقدر ستره فالشرع أيضا يستره بما ذكرنا. يقول فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء، الاحتياط للقصاص والدماء أنه يكفي شهدان يشهدان أن هذا فلان قتل فلان، ليه؟ حتى يرتدع الناس عن القتل، لأن لو طلب أربع شهود في القتل فممكن يصعب جدا إثبات جريمة القتل، فلما يصعب إثباتها سوف يتمادى الناس فيه في القتل بقى، يعني إيه يتوثبون على دمائهم ويتجرؤون على القتل. أما الزنا فإنه بالغ في ستره فاجتمع على ستره شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه إلا أربعة يصفون الفعل وصف مشاهدة ينتفي معها الاحتمال، وكذلك في الإقرار لم يكتفي بأقل من أربع مرات، حتى لو الشخص هو الذي يقر على نفسه لو أقر ثلاثا يعلن عنه الإمام ولا يقيم عليه الحد، فلا بد من أربعة لأنهم يقومون مقام الأربعة الشهود الرجال.
وكذلك في الإقرار لم يكتف بأقل من 4 مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره، وكره إظهاره والتكلم به، وتوعد من يحب إشاعته في المؤمنين بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولكن هذا لا يعني أن يترك من درئ عنه الحد لعدم البينة بلا عقاب ولا تأديب إذا قويت التهمة في حقه. لو التهمة في حقه قوية ومع ذلك لم تقم البينة الشرعية، مش معناه أنه يترك بلا عقاب. هناك الإباء تعزير، يمكن أن يعزر بما يزجره عن مواقعة الشبهات ومواطن الرياب. روى عبد الرزاق في مصنفه عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء قال: شهد 3 نفر على رجل وامرأة بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذلك. فجلد علي 3 وعزر الرجل والمرأة. تعزير، يعني عقوبة تعزيرية دون الحد. من أدلة تشوف الشارع للستر والترغيب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي لفظ: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ آخر أيضا عن أبي هريرة: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. نقل النووي عن القاضي عياض في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا ستره الله يوم القيامة، قال: يحتمل وجهين، أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. ما المقصود بستره الله يوم القيامة؟ الأول أن يستر معاصيه وعيوبه ولا يذيعها أمام الأشهاد يوم القيامة، يوم الموقف. التفسير الثاني: ستره الله يوم القيامة، يعني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها. قال: والأول أظهر. القول الأول أظهر أرجح، يعني اللي هو ستر الله يوم القيامة، يعني يستر معصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف. والدليل على ذلك إيه الدليل؟ طيب، نعم، الحديث الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد فيقرره بذنوبه، يقرره يعني يعرض عليه ذنوبه لكن دون أن يفضحه على الأشهاد يوم القيامة، فيقرره بذنوبه، يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن في هذا الحديث الترغيب الشديد في الستر على المسلمين وعدم إشاعة الفاحشة بينهم. كذلك من هذه الأدلة على هذه القاعدة العظيمة ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، والمجاهرون هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم، فيتحدثون بها لغير ضرورة ولا حاجة. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف ستر الله عنه. وهذا متفق عليه. ففي هذا الحديث الزجر عن أن يشيع الإنسان عن نفسه ما عمل من القبائح، ولا يقع هذا الفعل إلا من متهاون مستخف بالحرمات، ولهذا فهو متوعد بألا يكون في عافية ولا عفو من الله تبارك وتعالى. من الأدلة على تشوف الشارع للستر وعدم الفضيحة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى من بعض المسلمين ما ينكره عرض وألمح ولم يصرح. يعني هناك مواقف كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيها هذا الأدب التربوي الرائع، وهو أن الإنسان بقدر المستطاع لا يجرح شخصا بعينه، لكن يأتي بصفة عامة أو عتاب عام دون أن يهتك ستر الإنسان الذي ارتكب هذا الخطأ. ففي قصة بريرة لما اشترط أهلها الولاء لهم بعد عتقها، مع أن عائشة رضي الله تعالى عنهم هي التي ستوفيهم المال لعتقها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عائشة له ذلك،
فقال ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. وهذا رواه الشيخان. فالواضح هنا هذا الأدب النبوي الرائع، ما بال أقوام يشترطون شروطا، لم يقل ما بال فلان وفلان أو ما بال أهل بريرة ونحو ذلك، وإنما قال ما بال أقوام. وهذا دائما يكون أنفع في النصيحة، أن الإنسان ما يصرح بجرح الناس أمام الأشهاد أو هتك يعني هذه الأستار. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط. يقول الحافظ ابن حجر وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يظهر الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها ويخطو بها على المنبر لإشاعتها ويراعي مع ذلك قلوب أصحابه، بجانب أنه يبين الحكم الشرعي لكن مع ذلك يراعي قلوب أصحابه لأنه لم يعين أصحاب بريرة بل قال ما بال أقوام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء، يعني كأنهم تقالوا عبادة النبي عليه السلام، قالوا رسول الله عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلذلك هو لا يبالغ في العبادة، فكأنهم تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم لا أتزوج النساء يعني أتعبد بترك هذا، وقال بعضهم لا أكل اللحمة، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. ما بال أقوام أيضا تلاحظ العبارة ما بال أقوام، ولم يعين أسماء هؤلاء النفر. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا متفق عليه. قال ابن بطال كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأمته فلذلك خفف عنهم العتاب لأنهم فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة، ولو كان ذلك حراما لأمرهم بالرجوع إلى فعله. أما المعاتبة فقد حصلت منه بلا ريب، وإنما لم يميز الذي صدر منه ذلك سترا عليه، يعني هو عاتب على هذا الفعل لكن لم يعين أسمائه هؤلاء. ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. إذن حصل منه الرفق من هذه الحيثية، ولم يحصل الرفق بترك العقاب أصلا أو المعاتبة، لكن حصل العتاب حتى يستمر الأمور في نصابها وميزانها الصحيح، خطأ خطأ والصواب صواب، فهو أنكر لكن بدون أن يجرح هؤلاء أو يعين أسماءهم. من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب في كتاب الأدب من صحيحه لهذا الحديث، هذا الحديث المشار إليه آنفا ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، بوب له البخاري، ومعروف أن فقه البخاري في تراجمه، بوب له في كتاب الأدب من صحيح البخاري بقول باب من لم يواجه الناس بالعتاب، يعني هو يعاتب لكن لا يواجه الإنسان بإيه باسمه أو بالإشارة إليه أمام الناس، باب من لم يواجه الناس بالعتاب. أيضا هناك مواقف أخرى كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا يصرح بأسماء المنكر عليهم، كل ذلك لزوما لجانب الستر. لاحظت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الهدي النبوي إذ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. من هذه الأدلة أيضا في الحض على الستر وعدم تتبع معائب الناس ما صح عن أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. لأن طبعا معاوية من سادات المسلمين وهو من أعدل ملوك المسلمين، فسمع هذه النصيحة من النبي عليه السلام، ولذلك كان من أهل السيادة والحنكة والسياسة الحكيمة حينما تملك على المسلمين رضي الله تعالى عنه، وانتفع بهذه الكلمة من النبي: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. وده أصلا منهج تربوي في غاية الأهمية، يعني منهج تربوي أن الإنسان دايما بقدر المستطاع لا يهتك الستر، كما يقولون التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. فكلما أتت النصيحة بطريقة غير مباشرة كلما كانت أوقع وأرجى أن تزيل هذا الخطر، بخلاف الأب مثلا أو المربي إذا كانت سياسته مبنية على الشك وعدم الثقة والريبة والتفتيش. يعني واحد مثلا يقول لابنه: تعال يا لهن تعال، فين الحبوب المخدرة اللي في جيبك؟ والولد ما عنده خبر خالص بهذه الأشياء على الإطلاق، ولا سمع عنها، ولا مجرد شك موجود في الأب يسمع أن الأشياء دي منتشرة في الشباب وكذا، وهو يريد الخير، يريد أن يحمي ابنه، لكن بطريقة بماذا نصفها؟ بطريقة جاهلة، بطريقة الريبة وعدم الثقة. فده ممكن يجعل الولد يدخل معه في التحدي بقى، تعالى يشم فمه ودخن سجاير ولا لا. رأيت أحد الشباب في يوم من الأيام قال لي: أنا دخنت من كتر ما أبويا بيشك فيا في التدخين. فبيأخذها بإيه؟ كنوع من الإثبات الذات بقى، طبعا هدخل في تحدي وأثبت لنفسي أني أقدر أعمل من غير هو ما يعرف. فطبعا التعامل بالريبة يفسد الناس، فإنسان لا يتصرف تصرف تشعل أمامك أنك غير واثق فيه، بالعكس لما تنمي فيه الثقة فيه، أو إذا آنست شيء يعني مريب فتبدأ أولا لا بد بالإيه بالنصيحة غير مباشرة، هذه أوقع وأنفع، بخلاف هتك الحجاب الهيبة. ما هو لو هتكت الحجاب فورا خلاص هي أول مرة هتعاقبه بشدة، وبعد ذلك خلاص يعني هقول لك خد ولع لي السجارة، لأن خلاص الحجاب هتك وتجرأ الولد والموضوع أصبح رسمي بقى، فبالتالي يخلع برقع الحياء ويتمادى في الخطأ ولن يبالي. لكن هذه يعني بركة الأدب النبوي، أن النصيحة لا تكون مباشرة بالاسم أو بالشخص، بقدر المستطاع النصيحة غير مباشرة تكون أنفع. وهذا مأخوذ من هذا الحديث: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. يقول الطحاوي: والمعنى في ذلك عندنا أن الله تعالى قد أمر عباده بالستر، وألا يكشفوا عن الناس ستره الذي سترهم به فيما يصيبونه مما قد نهاهم عنه لمن سواهم من الناس. فكأن الأمير إذا تتبع ما قد أمر الله بترك تتبعه امتثل الناس ذلك منه، وكان ذلك إفسادهم. ومن عرف طبائع الناس علم أن الوالي إذا بحث عن معائبهم وجاهرهم بها فإن ذلك يؤدي إلى قلة حيائهم من الأمير، فيجترئون على ارتكاب أمثالها مجاهرة. هي إذيتها أول مرة، لو عمل بطريقة هاتكة للستر هي أول مرة، بعد ذلك خلاص ما تعرف السر خلاص، فبالتالي يتمادى هذا الابن أو المراهق في التدخين أو في كذا أو كذا. لكن كلما كانت النصيحة بطريقة غير مباشرة كلما كانت أرجى أن ينتفع بها هذا الابن يعني. وهذا الحكم عام للأمير وغيره، ولذلك لما عمل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما بهذه النصيحة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك تتبع معائب الناس وعوراتهم أثناء ولايته على المسلمين، انتفع بذلك نفعا عظيما، حتى شهد له بذلك أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وصح عن جبير ابن نفير وكثير ابن مرة والمقدام ابن معدي كرب وأبي أمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. والمعنى أن الأمير ينبغي له أن يتغافل، ينبغي له أن يتغافل وألا يتتبع العورات، فإنه إذا ابتغى الريبة فيهم أي طلب أن يعاملهم بالتهمة والظن والسوء وجاهرهم بذلك أداهم هذا إلى ارتكاب ما ظن بهم ففسدوا، يعني كأنه بيفتح لهم الذرائع الوقوع في هذا الذي يرتابه، وبعمله هذا صار هو المفسد له، وإن لم يرد فسده هو ما قصد أن يفسده، ده أراد الخير، لكن بسلوكه هذا المبني على الريبة
والشك والتلصص وهتك الأستار فيؤدي إلى هتك الستر خلاص، فبالتالي يتجرأ ويتمادى في هذه الأشياء. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم حد الله تعالى عليه. من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، من أتى شيء من المعاصي أو الأمور التي تستوجب الحد فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته يعني أن يقر ويعترف نقم حد الله تعالى عليه. فهذا الحديث ظاهر الدلالة في الأمر بالستر والتوبة إلى الله وعدم فضح الإنسان نفسه. وعن دخين كاتب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع الشرط ليأخذوهم، سوف استدعي لهم الشرطة أو البوليس لإيه؟ ليقبضوا عليه. فقال عقبة: ويحك لا تفعل، ولكن عظهم وهددهم. قال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرطة ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة في قبرها. وهذا يدل دلالة واضحة على فضل الستر على المسلمين واستحبابه. وفي هذا الحديث يحمل حال أولئك الجيران الذين يشربون الخمر أنهم لم يكونوا يجاهرون، لابد من تأويلها على هذا التأويل، أنهم كانوا يشربون الخمر لكنهم لا يجاهرون بالشرب، وأنهم يتخذ معهم سبيل النصح والوعظ إلى أبعد قدر ممكن، فإذا لم يستجيبوا وبالغوا في غيهم وجاهروا به فإن المسلك بهم هو الرفع للحاكم إنكارا للمنكر وبراءة للذمة. وهذا ما سنزيده تفصيلا إن شاء الله تعالى فيما بعده. مما جاء في الحض على ترك كشف عيوب الناس ومساوئهم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، ويمكن أن تقرأ إيه فهو أهلكهم، يعني ممكن بضم الكاف وممكن فتحه، فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاك، أو فهو أهلكهم يعني هو الذي أدى بهم إلى الهلاك. فأهلكهم روي بوجهين مشهورين برفع الكاف ومعناه فهو أشدهم هلاكا، وبفتح الكاف والمعنى هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا في الحقيقة. يقول النووي رحمه الله تعالى معناه، معنى الحديث: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساوئهم ويشتغل بمطاعنهم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، فهو أهلكهم يعني فهو أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم، وربما دعاه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤية نفسه بأنه خير منهم. وهذا إنما هو في من قاله على سبيل الازدراء بالناس واحتقارهم، تقع عند بعض المتورعين غير الفقهاء يكثر من ذم الناس بطريقة فحوها أنه أفضل من هؤلاء الناس، وهذا في غاية الخطر أنه يحتقر الناس أو يزدرهم لمعاصيهم وتقصيرهم وضمنا يقول أنا أفضل منهم أو أنا خير منهم. أما إذا قال ذلك شفقة عليهم، شفقة عليهم وغيرة على الدين ولما يرى في نفسه وفي الناس من النقص، فلا بأس عليه في هذه الحالة. لكن إذا كان يقصد التعالي على الناس وإزدرائهم واحتقارهم فهذا أهلكهم بهذا المعنى الذي ذكرنا، يعني أكثرهم إيه؟ إثما. وعن إسحاق ابن الطباع أنه قال للإمام مالك رحمه الله تعالى: ما وجه هذا، يعني ما وجه هذا الحديث إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم؟ قال مالك رحمه الله تعالى: هذا رجل حقر الناس وظن أنه خير منهم، فهو أهلكهم يعني هو أرذلهم، يعني كانوا فعلا واقعين في معاصي فهو واقع في معصية أشد، وهي الإيه؟ العجب والكبر وإزدراء الناس. يقول مالك: هذا رجل حقر الناس وظن أنه خير منهم فهو أهلكهم أي أرذلهم، وأما رجل حزن لما يرى من النقص من ذهاب أهل الخير فقال هذا القول، فإني أرجو ألا يكون به بأس.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة. إني عالجت امرأة، أي أنه تناولها واستمتع بها في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني بما دون الجماع، فأنا هذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت على نفسك. فانظر لفقه عمر أيضا، بادر بأن أنكر على هذا الرجل أن فضح نفسه. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، يعني لو أنك استبقيت ستر الله عليك ولم تهتكه لما علم بذلك أحد. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. هذا أيضا إعراض عنه. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، يعني أرسل من يستدعيه من جديد، وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. يعني القاعدة المعروفة: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا إحدى كفارات المعاصي الاستقامة بعدها، مجرد الاستقامة تمحو ما سلفا. فإذا هذا الحديث ظاهر الدلالة في الحث على ستر الإنسان نفسه وستر غيره عليه. ولهذا قال عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سترك الله لو سترت على نفسك، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. قال له هذا فلان أو هذا الرجل تقطر لحيته خمرا، السائل الذي يتحدر من لحيته هذا خمرا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نهينا عن التجسس، شرط المنكر أن يكون ظاهرا بغير تجسس. فقال: إنا نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. فانظر إلى الأدب الذي تشبع به الصحابة بسبب تربية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم على هذا الستر وعدم التجسس لكشف المخبوء. حتى إنه لما جاء بهذا الرجل الذي تقطر لحيته الخمرة، وكان مجيء الناس به وقد استتر بفعله ذلك، يعني هو أصلا شارب الخمر هو إيه؟ مستتر، فالناس أمسكوه وأتوا به إلى ابن مسعود، فما كان من ابن مسعود إلا أن ترك مؤاخذة ذلك الرجل بفعله وشربه الخمر، ولم يقم عليه الحد ولم يأمر أو يفتي بذلك. طبعا هذا أيضا يحمل أن هذا الرجل كان يستسر ولا يجاهر بالمعصية. من هذه الأدلة أيضا على هذه القاعدة العظيمة ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق. عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. تعظيما لليمين، آمنت بالله وكذبت عيني. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وبوب عليه الإمام البغوي فقال: باب في الستر. يعني كأن عيسى ما صدق أن الرجل حلف علشان يبقى يتهم نفسه بأنه ما شفتش كويس، حتى مع أنه رآه يسرق، لكن بمجرد أن رآه يسرق قال له: أسرقت؟ قال: كلا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. يقول النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي: ظاهر الكلام صدقت من حلف بالله تعالى، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته، فلعله أخذ مالا له فيه حق، أو أنه أخذه بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب والاستيلاء، أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئا فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا
لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. هذا رواه البخاري في صحيحه. إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. وأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: لو لم أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره به. وأثر أن ابن عباس وعمارا والزبير رضي الله عنهم أخذوا سارقا فخلوا سبيلا، فقال عكرمة لابن عباس: بئس ما صنعتم حينما خليتم سبيلا. فقال: لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك. وأشرف ابن مسعود رضي الله عنه على داره بالكوفة فإذا هي قد غصت بالناس من شدة الزحام، فقال: من جاء مستفتيا نفتيه. والمفروض إيه؟ من جاء مستفتيا نفته إن شاء الله، من جاء مستفتيا نفته إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ولكننا نقيم عليه حدها ونمسك عليه بعارها. فانظر إلى هذه العبارة الرائعة من مسعود رضي الله تعالى عنه، تلخص كل القضية. كان الناس يزدحمون على بابه يريدون هذا مستفت وهذا شاك وهذا كذا، فقال: من جاء مستفتيا نفتيه إن شاء الله، ومن جاء يريد أن يطلعنا على عورة قد سترها الله عليه فليستتر بستر الله، وليقبل عافية الله، لأن الستر من العافية، فلا يجتلب لنفسه البلاء بهتكه، وليقبل عافية الله، وليسرر توبته إلى الذي يملك مغفرتها، فإنا لا نملك مغفرتها، ولكننا نقيم عليه حدها ونمسك عليه بعارها. وأخذ عمار ابن ياسر سارقا ثم قال بعدما أخذه: أستره لعل الله يسترني. وروي أن امرأة قالت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة. إن كريا، الكري أو المكاري، والذي يكري دبته بيأجر يعني الدب، الجمل أو الحصان أو كذا. إن كريا أخذ بساقي وأنا محرمة، يعني لمس ساقها وهي محرمة. فقالت: حجرا حجرا حجرا، يعني كأنها عائشة رضي الله عنها استنكرت منها أن تفضح نفسها وتحكي هذا الإيه؟ هذا الشيء. قالت: حجرا حجرا حجرا، يعني سترا وبراءة من هذا الأمر. وأعرضت بوجهها وقالت بكفها، يعني أنكرت سلوك هذه المرأة وسؤالها وتبرأت منه. وقالت: يا نساء المؤمنين، إذا أذنبت إحداكن ذنبا فلا تخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتب إليه، فإن العباد يعيرون ولا يغيرون، والله يغير ولا يعير. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت، سراج يوضع يعني، فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر وأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف: أتدري بيت من هذا؟ قال: قلت لا. قال: هو ربيعة ابن أمية ابن خلف، وهم الآن يشربون، يعني فما ترى؟ قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما نهانا الله عنه، نهانا الله فقال: ولا تجسسوا، فقد تجسسنا. فانصرف عمر وتركه، لأنهم يستسرون ولا يجاهرون، وإنما اطلع على المنكر عن طريق الإيه؟ التجسس. إذن خلاصة الكلام في هذه القضية ومن خلال هذه الأدلة كيف أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا شديدي الحرص على الستر، شديدي المحبة لذلك، مع ما يعلم عنهم من شدة بغضهم للمنكرات والمعاصي، وذلك لما رأوا أن الستر في تلك الحالات هو الذي جاء الأمر به في الآثار النبوية. وأما ما خرج عن حد هذه الرتبة فكانوا أشد ما يكونون له إنكارا.
نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.